خبرت. أنا سعيد الحقيقة بتنصيبي سفير، خصوصا أنه أنا سفير لتور أند كيور في علاج والقضاء على فيروس سي في العالم كله. ريادة مصرية وفخر لكل المصريين أنه مصر بتعمل كده وأن مصر قدرت تعمل كده. مصر بتعلن النهاردة أنها عندها القدرة على القضاء على فيروس سي في العالم كله، وبحسبة بسيطة لو قلنا هتقول أنه 180 مليون مريض في العالم مصر قادرة على علاجهم، ومن دلوقتي لو عايزين بتساعد كمان في، يعني لو جينا قلنا العلاج بره مصر بيتكلف تقريبا من 100 ل 150 الف يورو، فمصر بتعمله ب 6000 7000 يورو وبتتكفل بكل شيء للمريض. فده انا بشوف بصراحه ده شيء، ده فخر لينا كمصريين، واتمنى ان شاء الله يكون لي دور فعال ان احنا نقدر نساعد الناس واقدر اوصل اكبر عدد من الناس للشفاء ان شاء الله. ان شاء الله بمجهود بشغل نوصل ان شاء الله. هو المفروض اظن منظمه الصحه العالميه لما اعلنت على انه عالم خالي من فيروس سي 2030، بس احنا ان شاء الله قبل كده، احنا ممكن 2020 ان شاء الله نقضي على المرض باذن الله، بس عايزين نشتغل شويه. اول حاجه او اول خطوه يعني في هيكون ان شاء الله تور لجمع التبرعات لعلاج الناس عموما، ما بقولش انه مصريين بس، هنعالج كل الناس. هيكون تور جوه مصر وبره مصر في محافظات مصر وبره مصر، وجنب التور ده اظن كمان هيكون في حملات توعيه ازاي ما الوقايه من المرض، ازاي ما تعياش، وازاي ما تخافش تروح تحلل، لو لانه النهارده فيروس سي ما بقاش من الامراض الخطيره. يعني زمان في ناس كان عندها فكر كده يقول لك لا خليني مش عايز اكتشف اذا كنت عيان ولا لا، خصوصا لما بقى المرض خطير. بس دلوقتي لا، فيروس سي مش من الامراض دي، فيروس سي مرض بيتعالج وبيتعالج الحمد لله بسهوله وبفلوس قليله مش كتير، تكلم من 3 ل 6 شهور ماكسيمم بيكون المريض خف تماما ويقدر يرجع يمارس حياته تاني. مصر أنا فخور الحقيقة بدور مصر وفخور بالريادة المصرية، وبقول إنه مصر مش بس بتنقذ حياة المرضى، لا بتنقذ كمان حياة أسرهم، لأنه مريض فيروس سي ما بيقدرش يشتغل، بيكون حالته هزيلة جدا، فلما بيخف بياخد بتجيب معاه عيلة كاملة كمان. خبرت أقوى موقع فني في مصر.